هذا الاجتماع اليوم هو اجتماع ديال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية. اجتماع بجدول أعمال محدد وفق النظام الأساسي، واللي فيه جوج محطات أساسية. المحطة الأولى وهي تقييم ديال الأداء ديال الحزب على المستوى السياسي وعلى المستوى مختلف المواقع اللي تيتواجد فيها، في الحكومة، في البرلمان، في الجماعات الترابية، وكذلك على المستوى ديال النضالي والتنظيمي. المحطة الثانية هو كل ما يتعلق باستشراف العمل في المستقبل. هناك مشروع برنامج الحزب، ميزانية ديال الحزب، وبعض التعديلات على الأنظمة الداخلية والنظام المالي. الهدف من هذه المحطتين هو التعبئة ديال المناضلين وديال المناضلات ديال الحزب العدالة والتنمية، ليقوموا بأدوارهم الحقيقية في تأطير المواطنين، في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين. ودائما المجلس الوطني هو بالنسبة للحزب هي في نفس الوقت محطة تقييم، ولكن كذلك محطة ديال الدفع بتجويد الأداء ديال الحزب، يعني التواصي بالوفاء للعهود والمواثيق والوفاء للثوابت ديال البلاد، والانخراط في الحياة السياسية بالجدية، بالمعقول، وبالصدق والوضوح. شكرا. شكرا جزيلا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.